رسالة من إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف دال قاف من المجمعة. أختنا تقول: كثيرا ما أعاني من مرض الجاثوم، وأسمع الكثيرين ويذكرون كثيرا من معاناتهم من هذا المرض. ما منشأ هذا المرض؟ وهل هو عضوي أم نفسي أم هو من الجن؟ وما السبيل للتخلص منه؟ جزاكم الله خيرا. لا أعلم في هذا شيئا واضحا، إلا أني أنصح بتعاطي التعوذات الشرعية عند النوم. الإنسان يأتي بالذكر الشرعي عند النوم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي، ويقرأ قل هو الله أحد وأعوذ بك ثلاث مرات عند النوم، ويسمي هذا إن شاء الله. ومن ذلك أن يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات عند النوم وفي أول الليل: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. وهو السمع ثلاث مرات في أول الليل أو عند النوم، كل هذه وقاية من أسباب الوقاية من هذا الجاثوم. والأغلب والله أعلم أنه من عمل الشياطين، لكن هذه الأذكار والتأولات تزيده وتمنعه، والحمد لله. الحمد لله. تذكر أختنا سماحة الشيخ أنها مستمرة على أوراد الصباح والمساء. لا، متى صدقت ذلك على إن شاء الله، متى صدقت في ذلك وأتت فيها العلم وعن يقين وعن إخلاص، فإن الله يقيها على الشر. الله المستعان. جزاكم الله خيرا.